امي رقم واحد، يمسكوا جدتهم يذبحوها. كلام فاضي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعة مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العزه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. النهارده ماساه حصلت في محافظه الغربيه مركز طنطا. دايما بنقول اعز الولد ولد الولد، مش ده دايما احنا عارفينه؟ كل واحد منا نفسه يشوف ولاده يكبروا قدامه ويتجوزوا ويشيل ولادهم. يعني تخيل واحد يشوف ابنه وابنه يكبر ويتجوز ويخلف ونشيل، يقولك اشيل حفيدي. فعلا اعز الولد ولد الولد. ده في ناس يقولوا كمان ايه، الواحد بيحب حفيده اكتر ما بيحب ابنه. يعني تخيل ان الواحد بيحب ابن ابنه اكتر من ابنه، لانه بيبقى بقى بيرجعه لفتره جميله، والطفل بيرضع والطفل بيحبه والطفل بياخد التطعيم، والطفل اول يوم في المدرسه يبقى الجد طاير بيه فرحان. وتلاقي الاطفال الصغيرين يحبوا جدهم قوي، يقول لك رايحين عند جدنا، لان جدهم بقى الحنيه والعاطفه، يروح يجيب لهم البونبون ويفسحهم ويبقوا فرحانين ويلعب مع بعضهم بلاي ستيشن، لان بيكون الجد كبر في السن وغالبا بيكون على المعاش، فبيقعد بقى يعيش الطفوله. ما احنا عارفين الانسان كل ما بيكبر كل ما بيرجع لطفولته. يعني تلقى الجماعه الكبار حتى في الاكل، تلاقي الجماعه لما بيكبروا ويوصلوا 70 و80 سنه بيرجعوا للبن والزبادي والحاجات، لان اسنانهم بيرجعوا حتى لفتره الطفوله، ده في اللي بيرجع لمرحله المراهقه كمان. فاعز الولد ولد الولد. ايه اللي حصل في مركز طنطا محافظه الغربيه، واللي الاحفاد يمسكوا جدتهم يذبحوها؟ ويا ريتهم مثلا شباب صغيره، ده الاثنين اخوات والاثنين في العشرينات كبار. طب ايه اللي دفعهم لكده؟ وايه اللي يخليهم يقتلوا جدتهم بهذا الشكل؟ قبل ما نشرح الجريمه والدروس المستفاده، بدعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحه الحلقه. محمد عنده 45 سنه، ودي برضو من المشاكل اللي احنا بنقول عليها ان كل واحد بينشغل بحياته. يعني محمد اتجوز وقعد مع مراته، والبنات كل واحده اتجوزت وقعده مع جوزها، وسابوا الام قاعده لوحدها في البيت. وده للاسف لما اتكلم حد يقول لك سنه الحياه. ايوه سنه الحياه، بس طب والاب والام بيخلف ليه؟ يعني الاب والام ايه اللي يخليهم يخلفوا؟ وايه اللي يخليهم يتعبوا ويربوا ويعلموا ويصرفوا ويلبسوا ويوكلوا ويشربوا، ويجي في الاخر كل واحد من ولادهم اللي يتجوز وتبقى مراته كل حياته، واللي تتجوز ويبقى جوزها وعيالها كل حياته. طب وامك وابوك؟ عشان كده بنلاقي في بعض دول زي اوروبا بيروحوا يرموا الاب والام في دار مسنين. في دار مسنين، وشفت فيديوهات في الصين بيرموا ابهاتهم وامهاتهم في الشارع. يقول لك خلاص ذوقكم انتهى. وكانها ادوار. الله، هو الاب والام اللي ربنا في كتابه الكريم وصانا بيهم، ورسولنا الحبيب وصانا بيهم، كان مجرد كلام على الواقع الفعلي ما نطبقوش؟ يعني ايه كل واحد يتجوز ويشوف حياته؟ طب وابوك وامك؟ ما لهم دور. ليهم دور وليهم واجب عليك، لازم أن ترعاهم وتودهم وتبرهم وتشوف طلباتهم قبل بيتك وقبل مراتك وقبل عيالك. لكن اللي بنشوفه دلوقتي لا، ده احيانا في بعض الزوجات بتخرب الدنيا وتاخد هدومها وتمشي لو جوزها راح جاب امه تقعد معاها في البيت. تقول لك لا امك ما تقعدليش، هتقعد لي زي جرد قطع. يا عم ده امه. يقول لك لا ما تقعدليش في البيت. تلقى الواد يا نهار يجي مرجع امه في البيت لوحديها، بيجي متغصب بس مش قادر على مراته. يقول لك طب اخرب البيت، هتاخد العيال ويمشوا، يبقى البيت خرب. والبنت تقول لك ايه؟ جوزي مانعني وما اقدرش اخد امي عندي. ابويا يقول لك انا متجوزك انت ولا متجوزك انت وامك؟ فتلقى الراجل مش قادر على مراته، والبنت مش قادره على جوزها، تقول له اجيب امي تعيش معايا. لان الام بصفه عامه بقت حمل كبير على الطرفين من وجهه نظر كل واحد، ما يعرفوش ان دعوه الام دي بعمار البيت. فللاسف جوزها جوز البنت يقول لها امك هتيجي تعمل ايه؟ هو انا متجوزك انت وامك؟ لا، امك عندها ابنها الراجل هو اللي يراعيها، ماليش دعوه بيها. شفتوا المصيبه؟ فالام قالت لا، انا لا هروح عند ابني انكد عليه وعلى مراته، ولا هروح عند بنتي اخرب بيتها وجوزها يقول لها امك عايزه امك، روح اقعد عندها ما تجيش. فعلى ايه؟ انا قاعده هنا. طب لما تكون واحده في السبعينات محتاج، اولا اللي في السبعينات ده عينيه فين؟ هو بيقدر يشوف طشاش زي ما بنقول، يقدر يتحمل ده يدخل الحمام لوحده؟
يقدر يستحمى ويغير هدومه، يقدر ياكل، يقدر يطبخ، يقدر يقف قدام البوتاجاز، يقدر يغسل؟ لا يمكن، محتاج حد يراعيه. مشكله الام دي ان هي كانت مخليه شويه ذهب في ايديها كلام فاضي، غوشه وان كان غوشه وحلق وخلاص على كده، ما يستاهلوش يعني 20 30 جرام يوم ما يعني. للاسف مين اللي كان بيزور الست؟ احفادها، اتنين من الشباب. كان ابوهم بدل ما يروح يبص على امه يبعت ولاده، روح بص على ستكم يا عم، راح هو مجرد بس ما تروح انت تبص على امك، يقول لك لا انا ببعت العيال، ببعت ولادي، روح يا عيال بص على ستكم، روح يا عيال بص على ستكم، والعيال يروحوا يبصوا ازيك يا ست والسلام عليكم. وعليكم السلام. المره دي راحوا عند ستهم، فستهم بتقول لهم اقعدوا اشربوا شاي، فقاعدين قالت لهم طبعا مش عارف اعمل الشاي انا ما بنضرش، قوموا انتوا اعملوا الشاي. فبعد ما عملوا الشاي شايفين ستهم حاطه في ايديها غشتين وحلق كلام فاضي. فالعيال بصت لبعضيها في العشرينات، واحد 25 والتاني 22، بصوا لبعضهم كده وطلعوا قال لك ايه رايك ما ناخد الغشه دي هتفك ازمه معانا. يعني المخدرات ضربهم، الحشيش مبهدله. فواحد قال لك يا عم انا اخدها منها كيف، انت عايز تروح تقول لابويا؟ ده هو انت ديك شايف كل شويه يبعتنا يقول لك روح شوف امي عامله، روح شوف جدتكم عامله. قال له يا عم دي ست كبيره في السن، ده احنا نخبطها على دماغها ولا من شاف ولا من ديري، هي عايشه بتعمل ايه؟ هي عايشه ليه اصلا؟ سبحان الله، انت بتقول هي عايشه ليه؟ هو انت اللي كنت خلقتها؟ هو انت يا اخي اللي كتبت لها العمر؟ للاسف الاثنين الاخوات فعلا اتفقوا مع بعضهم، وتاني يوم راحوا لها اكنهم بيسالوا عليها، وراحوا كاتمين نفسها مموتينها، كله ده عشان خاطر ايه؟ ياخدوا الغشتين والحل. محمد ابنها اللي عنده 45 سنه قال لك روح يا ولاد بصوا على ستكم، العيال قالوا مش هنروح، خافوا يروح لانهم قاتلنا. فراح هو يبص على امه، لقى امه ميته في وسط الصال. اتصل بالشرطه وجات الشرطه، لقوا الست طبعا الطب الشرعي اثبت انها مقتوله مش موضه طبيعيه رغم انها كبيره في السن، يعني هم لو صبروا عليها كانت ماتت، لكن هنقول يستعجل كل ده عشان غشتين وحلق. الطب الشرعي اثبت ان هي مخنوقه ومضروبه، وبالفعل ابتدت الشرطه تعمل اجراءاتها والتحريات. مين اللي بيزوروها؟ قال لك عندها اولاد وبنات بس، اللي كان دايما بيزوروها اتنين من الشباب احفادها ولاد ابنها، هم اللي كانوا بيطلوا عليها. التحريات اثبت ان الاتنين الشباب دول ليسوا فوق مستوى الشبهات، وان عليهم ملاحظات كتير، وان مشيهم مش كويس بتقنين الاجراءات القانونيه وتضييق القناق عليهم، وخاصه ان هم ما يدروش يبرروا الفلوس اللي معاهم جابوها منين. اعترفوا وقالوا الشيطان في لحظه ضعف خلانا نبص على جدتنا ونقتلها عشان خاطر غوشه وحلق، واعترفوا على مكان اللي باعوا فيه الذهب وعلى بقيه الفلوس اللي كانت معاهم، وارشدوا رجال الشرطه عن الاداه المستخدمه، كانت عباره عن حبل ويدين اخوه الكبير على رقبتها، قالوا هو خناها وانا ضربتها وربطناها. اعترافات تفصيليه ومعينه للجريمه، وابتدت النيابه تمشي في اجراءاتها. هنا بنقول ايه بقى؟ ايه اللي خلى الست تتقتل؟ الاهمال، اهمال البنات واهمال الاولاد. يعني طبعا كل بنت تقول لك الحمد لله دينا خلصنا منها، والشباب يقول لك ما كانت تعيش اكتر ما عاشت. يعني الشيء اللي انا بستغرب له ان الاب واقف مع اولاده، يعني مش مستكتر اللي هم عملوه، قتلوا امه، قتلوا امه، قتلوا جدتهم، وواقف معاهم وبيجيب لهم محامين ويقول لهم اصل كانت كبيره في السن، هي ما كانت ميته ميت. ايوه يا عم، بس ده ماتت مقتوله، امك ولادك قتلوها، امك انت ولادك قتلوها، قتلوا جدتهم اللي هي امك، وكل ده واقف مع اولادك بدل ما تقول موتوا اولادي اعدموهم دول مجرمين، واقف مع اولادك وتقول اصل امي كانت ست كبيره ما كانتش هتموت النهارده كانت هتموت بكره. طب ما كلنا كده، وانت فاكر ان الاعمار ياما في شباب بتموت وياما اطفال بتموت من غير سبب، وياما كبار في السن وعايشين، وياما مرضى حالتهم مزمنه وعايشين، وياما مرضى في العنايه المركزه وفي الانعاش وعايشين، وياما اصحاء في قمه صحتهم بيموتوا. مين قال لك ان دي 70 سنه ما كانتش هتموت النهارده تموت بكره؟ هو انت يا اخي اللي اعطاها العمر وبتدور على مبرر لاولادك ان هم يقتلوها او ان هم يطلعوا براها؟ اصل دي كبيره في السن ودي لحظه شيطان، لحظه شيطان على مين؟ انت اولادك قتلوها. ما تقولش لحظه شيطان، ما كل جرائم القتل بتبقى لحظه شيطان. واقف مع اولادك وبتجيب لهم محامين وهم قاتلين. وللاسف يقول لك اصل اولادي الاثنين ما عنديش غيرهم. ايوه يا سيدي ما عندكش غيرهم، بس حد قال لك ان دول عملوا عمل صغير؟ دول قتلوا جدتهم. اهم درس يا جماعه بندور عليه، الاب والام كنز
كنز ما ينفعش ان احنا نهمل ونرميه. ما ينفعش نقول لك ايه روح يا واد بص على ستك، روح يا بنت بص على ستك، دي امك خدها يا اخي، ده الزوجه تتعوض لكن الام ما تتعوضش. كل زوجه تزعل من جوزها وتقول له هسيب لك البيت لو جبت امك، قول لها غوري، امي رقم واحد، امي هي نمبر وان، هي اللي تيجي وتقعد في البيت وتحط رجل على رجل وانت تسمع كلامها وتبوس على ايدها عشان تدعي لي. اما بالنسبه للبنت فطاعه الزوج واجب، ما اقدرش الوم على البنت لانها البنت ملزمه حسب الشرع وحسب احاديث الرسول ان البنت ملزمه الجوزة تسمع كلام الزوج. وحكايه المعروفه اللي راحت للرسول وقالت له جوزي ابويا بيموت، قال لها استاذنت من جوزك، جوزي بيحارب، قال لها هيلزم بيتك. قصه معروفه ان الزوجه ما اقدرش الومها لانها طوع زوجها، لكن الابن لا، الابن يجيب امه وتقعد وتحط رجل على رجل ويوكلها قبل اولاده وقبل مراته، مش يقول هتخرب بيتك خد العيال، ما تاخد العيال يا امك قبل كل شيء، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.